ما هو النكاح؟ تعريفه: النكاح أو الزواج عقد يحل لكل من الزوجين الاستمتاع بصاحبه. حكمه: النكاح مشروع بقول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. صدق الله العظيم. وأيضا قوله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. صدق الله العظيم. بيد أنه يجب على من قدر على مؤنته وخاف على نفسه الوقوع في الحرام، ويسن لمن قدر عليه ولم يخف العنت، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولودة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. حكمة النكاح: من حكم النكاح أو الزواج هي الإبقاء على النوع الإنساني بالتناسل الناتج عن النكاح، حاجة كل من الزوجين إلى صاحبه لتحصين فرجه بقضاء شهوة الجماع الفطرية. أيضا تعاون كل من الزوجين على تربية النسل والمحافظة على حياته. أيضا تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من تبادل الحقوق والتعاون المثمر في دائرة المودة والمحبة والاحترام والتقدير.